مشاهدينا الكرام، هي لحظات فقط وسندخل واياكم لغمار تفاصيل هذه المواجهه وهذا اللقاء الهام جدا بالنسبه للعناصر الوطنيه التي تبحثنا من اجل الظهور بصوره جيده. الطريق الى كوستاريكا، الطريق الى كاس العالم، الطموح الذي بيمكنه ان يكون كبيرا وكبيرا جدا للعناصر الوطنيه. البدايه بالتشكيل، تمرير، تمريره جانبيه، فرصه الهدف رصيه، هدف جميل، هدف جميل مع الانطلاقه ديال المباراه. تمريره عرضيه غايه في الروعه من الرقاص اجار، اللاعبه التي تشغل حضورا قويا رفقه فريق اتحاد طنجه، ثم استثمار العمليه الهجوميه اعتقد بالعمراني وميمه، اللاعبه رقم 8. نشوف هنا البلوره ديال الكره كانت من صوفيا بوفتيني، حاول من جديد محاوله الاختراق، ضربه جزاء اعتقد. نشوف هنا القرار، نعم ضربه جزاء من جانب الحكمه مامي كوثر ماحي، تضع الكرة في المرمى معلنة عن الهدف الثاني. جوج الصفر من جانب المنتخب الوطني المغربي. بداية مشجعة مهمة للعناصر الوطنية. هذا يعطينا الجهة اليمنى، لا تزال خطيرة. جول ثالث للمنتخب الوطني المغربي. اللاعبات تتألقن وبشكل رائع. العمراني وميمة الوحيدة التي انفردت من الجهة اليمنى بتلك الطريقة وبذاك الأسلوب مع إصرار، ذهابا وإيابا للاعبات المنتخب الوطني. هدف، نعم هدف مباغت، هدف لم يكن أحد يتوقعه بهذا الأسلوب وبهذه الطريقة. نعم هنالك جمالية خاصة لهذا الهدف على اعتبار أنه وجه مباغت وجه بهذه الكيفية والطريقة. سيحصل لاعبون المنتخب المغربي الرديف أسود الأطلسي مباشرة بعد تأهلهم رسميا لدور ربع نهائي البطولة كأس العربي، منحة قدرها 22,000 دولار أمريكي سيتم دفعها لهم من قبل مسؤولي اتحاد الكرة بالمغربي، وقد تصل المنحة إلى 50,000 دولار حال تمكنت كتيبة المدير الفني حسين عموتة من التتويج بلقب كأس العربي، خصوصا أنها قدمت نفسها بقوة لحد اللحظة كواحد من أبرز المرشحين للقب بطولة كأس العربي.